بدأت المكتبات ومراكز التسوق عرض مستلزمات العودة للمدارس، وذلك مع بدء العد التنازلي لدوام الطلبة في المدارس. وتبدأ مع هذه المناسبة مشكلة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها ذوي الطلبة في بداية كل موسم للعودة إلى المدارس. تفاصيل مع الزميلة شروق الأشكري. المدارس ومتطلباتها هاجس يطارد أولياء الأمور بسبب تكاليفها، خصوصا مع الارتفاع الملحوظ في أسعار التسجيل والمستلزمات المدرسية هذا العام. فلم تلبث الأسر أن تستريح من توفير متطلبات شهر رمضان والعيد ودفع القسط الأول للمدارس، حتى تفاجأ بمطالب توفير احتياجات الأبناء للعودة إلى المدارس التي باتت مكلفة نوعا ما. ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية يعد إرهاقا ماديا لذوي الطلبة، فسعر حقيبة صغيرة لطفل صغير في المرحلة الابتدائية قد تصل إلى ما فوق 200 درهم هذا العام، بينما كانت الحقيبة نفسها تكلف 80 درهما في العام الماضي من المكان نفسه. فقد تضاعفت أسعار الملابس والحقائب والأقلام والدفاتر وغيرها من الأدوات المدرسية، هذا دون النظر بعين الاعتبار للمصاريف اليومية والمتطلبات الأخرى التي يلزم بها المعلمون الطلبة طوال العام الدراسي. أنا الحين جاي عشان أخذ مستلزمات مدرسية، كمان أسعار مبالغ فيها جدا، مفروض يكون في رقابة على الموضوع، على الكتب، على الشنط، على الأقلام، على الدفاتر. يعني كل واحد بتلاقي شنطة بمية، محل ثاني نفس الشنطة بمية وخمسين، يعني كمان مفروض يكون في رقابة على الموضوع. بعض الأسر يقع اختيارها على محال بعينها تنظم تخفيضات معقولة بمناسبة هذا الموسم، الأمر الذي يسهم في هروب العديد من الأسر إلى هذه المحال بحثا عما يناسبهم من الأسعار. اخترت أن آتي إلى محل ذو أسعار معقولة بالنسبة لي، هربا من المحلات التي تبالغ في أسعار أدواتها. أتينا من منطقة بعيدة خصيصا إلى هنا لأن الأسعار ليست مرتفعة مقارنة بالمحلات الأخرى. وفي الجهة الأخرى هناك المحل التي زادت أسعار سلعها، وترجع أسباب الزيادة لارتفاع الطلب، وهو ما يدفع المستورد إلى رفع الأسعار واستغلال هذا الموسم الحافل بالمتطلبات ليشكل موسم العودة للمدارس ضغطا نفسيا وماديا لبعض الأسر بشكل سنوي. مستلزمات المدارس تحولت بهذه الطريقة إلى مسابقة في ارتفاع الأسعار، فالأسبوع ما قبل بداية المدارس يتحول إلى نوع من الكرنفال تحاول فيه بعض محال القرطاسية استعراض إمكاناتها في رفع أسعار مقتنياتها. فيبقى السؤال، إلى أين سيؤول المآل بمشكلة ارتفاع الأسعار؟